رجعنا لكم الجزء الثاني. ضيفتنا مريم الدبيخ تتكلم لأول مرة. مريم، علاش حبيت تتكلم؟ كما قلت لك قبيلة، كما أنتم زرتوني أنا نزوركم. مرحبا بك. لما توقفت كانت فما محاولات للصلح. أي. كيفاش؟ حكينا مع ليزافوكا وجي المحامي نتاعها زادة هي، وكنا نستنيو فيها باش تجي لل كيفاش يقولوا مكافحة. فوالا، ما جاتش، ما حبتش تجي وما حبتش تعطي الاسقاط. ونسمع فيها بصوتي تقول خليها تتحكم 4 ولا 6 اشهر باش تتربى. سمعتها؟ بصوتي بصوتها سمعتها بوذني. تتفهم انها مجروحه، انها تمست. شو تتفهم؟ تتجرح قد ما تحب، ما تدخلش عبد للحبس. اما وقتها انت مازلت ما دخلتش الحبس، احنا مازلنا تو ما عندناش. لا ايش نقولك، عندنا ايقاف. ما عندناش حبس، عندنا ايقاف. اما ملينا في البرجاني طلبوها في التليفون، قالوا لها راهو باش تتوقف باش تمشي الحبس، خاطر هي الاجراءات اللي عملتهم بعثتني طول للحبس. ما جيتش لا للمكافحه لا بعثت الاسقاط لا حضرت، كلموا ديريكتومون النيابه، النيابه ديريكت عادوني الحبس. لكن عملت لك اسقاط. وقتاش عملتوا الاسقاط؟ بعد ما انا تحكمت جي الاسقاط. انت تعرف وقالوا لك ووصاو، قالوا لك راهي باش تدخل للسجن. كلموها ليزافوكا، كلموها اصحابنا، كلموها العبيد تبعين العائله. قالت لي خذيتوا لي برشا من وقتي. قالت لي الاسقاط بعثته بعد ما انا تحكمت. الاسقاط اللي اون فوا انا سيد داخل الحبس. الاسقاط اليوم عنصر قوه في ملفك انت. ما قبلوهش هكا. اما خفف لك؟ ما خفف ليش. انت حكمت المحكمه 4 شهور، خرجت بعد شهر. ما هما قالوا 4 شهور، انا من عشرة حكيت ل4 شهور، خاطر لافوكا نتاعها هي قال لي عامين لازم. كل واحد شنو يقول، انا ما نعرفش شنو نحكي. انت نادمه على الفيديو اللي عملته اللي هو سبب المشاكل هذه الكل ولا لا؟ لا. ما غلطتش؟ لا. لو يتعاود نفس الموقف؟ نعاود نفس الموقف وخلصت عليه دم ولحم، وفاتوره كانت غاليه، وعديت حبس 1 شهر و10 أيام، وحكموا عليا 1 شهر، عندي 10 أيام زايدين عديتهم في الحبس، في بالك ولا؟ اذا ما تربيتش مريم؟ لا تربيت على برشا حاجات، اما انا تمثلي عائلتي جيتي اوبليجي باش نجاوب. توا باغ اكزومبل ما عادش باش نجاوب عبيد هكاكا، ما عادش نسب العبيد، ما عادش تعمل اساميهم لقبهم. ما تعتذرش على الكلام الخايب اللي انت قلته؟ لا ما نعتذرش على الكلام الخايب اللي قلته، نعاودها. ما نعتذرش على الكلام الخايب اللي قلته، على خاطر انا تعاقبت عليه، دخلت على الكلام اللي قلته في السجن. مانيش باش نتعاقب مرتين. عاقبني القضاء، القضاء عاقبني، خلصت فاتورة. فخورة بروحك لما عملت الفيديو هذاك؟ لا مانيش فخورة، ما قلتش اللي أنا فخورة ولا الكلام. هو الكلام ما يجيش يتقال خاطر فما برشا صغار يتفرجوا، كان فما عبيد نعتذر منهم هما الأولاد الصغار اللي يتفرجوا. وعائلتك؟ عائلتي ما يتفرجوش في انستغرام، ما عندهمش، ما يعملوا في حياتهم باش يكون عندهم انستغرام ولا فيسبوك وما يضحكوا علينا. عائلتي تضحك علينا كي يتفرجوا التلفزة، وتضحك علينا كي يتفرجوا في سناب شات، وتضحك علينا كي راونا نلعبوا في تيك توك، يضحكوا على كل شيء عندهم هما. أنا عايشة في عالم آخر. مش تبعنا جملة. معنا حتى حد في العائلة راهو يدخل الحبس، معنا حتى حد في العائلة يتوقف، معنا حتى حد في العائلة يمشي للمركز، معنا حتى حد في العائلة يسب. أمي ما عندهاش صحاب، بابا ما عندوش صحاب، أباغ دي زامي دونفونس وتسمى عائلات، ما نخلطوش جملة، ما يجونيش عباد لدارنا، ما ندخلوش العباد، ما ندخلوش الناس كل دارنا. مريم لو نرجع للإسقاط، أنت قلت الإسقاط ما نعرفش عليه، لكن ماهوش الإسقاط هو اللي خرجك نهار 29 ديسمبر؟ لا 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 لا، ماهوش الإسقاط اللي خرجني نهار 29 ديسمبر. هذه خليها مسألة للمحامين ولأهل القانون. لا لا، خاطر حكموا عليا أنا ديجا بليش الإسقاط. أي 4 شهور، أما أنا عديت المدة نتاعي، عديت حكمت عليا القاضية 1 شهر و10 أيام.
بتاتخ الاسقاط خفف ما نعرفش، مي ان توكا الاسقاط ما كانش اكسبتي من الاول، ما قبلوهش الاسقاط. دونك في الجلسه اللي من بعد ما نعرفش الاسقاط عمل ايفي باهي ايفي خايب، ما حتى حد ما يعرف، ما يعرفوا كان كان القضاء وليزافوكا. باهي، كانت عندها شروط باش تعمل لك اسقاط. شنو ما الشروط؟ والشروط ما يتقالوش في التلفزه. تو انا نعطيك بعض الشروط وانت قولي اي ولا لا. الشرط الاول اعتذار. ايه باهي، كيفاش باش نعتذر وانا في الحبس؟ انت كبشت باش انا ندخل الحبس، انت حطيت مخك وعائلتك وصحابك وليزافوكا نتاعك وعملت لو ماكسيموم باش تدخل مريم دبيغ للسجن، ما فماش ما يحكيوا عليك شويه بوغ اكزيستي، باش تنجم انت تظهر في الاعلام أما أكثر من لازم. اما تضرت برشا ناس لاموا عليها، برشا ناس برشا ناس الناس الكل. انا الكل مثل الكل ما نحبهاش. لا لا، الناس الكل 120% من الشعب التونسي جاي كونترها. فما برشا ناس قالوا مريم الدباغي زي ما تكون في الحبس، زاد كيف تستاهل. ما قالوها ما يسخيلوش باش ندخل الحبس، قالوها من الاول كي سمعوا بالعركه، ما يعرفوش علاش، كي فهموا العبيد علاش، كي راوني اللي دخلت الحبس فهموا اللي راهو فما حبس في الحكايه. وانا نعرف وريت وقريت لي ميساج الكل، راني خرجت عندي جمعتين اليوم اكزاكتومون، صافي دو سيمين ملينا لبرا وباقي نقرا في لي ميساج ونشوف فيهم العبيد الكل. دو مون كوتي يظهر لي الشعب التونسي باللي ديفو اللي عندنا احنا الكل ما يتمنى الحبس لحتى حد. لو عملت الاسقاط من الاول بالكل، كنت مستعده انك تخرج تعتذر ولا لا؟ شويه شويه، ما نجمش نقول لا وما نجمش نقول لا اي، ما بين الزوز، خاطر فما حاجات غراف صاروا، فما كونفرساسيون صارت قبل الاسقاط، معناتها انا نعرف اللي هكا هكا ولا هكا، اللي هي حبت حتى كان جينا وحكينا مع بعضنا هي حتى في مخها السجن، ديريكسيون نتاعها مشات طول الحبس. لو كانت نيتها غير الحبس وعطات الاسقاط قبل ما تدخل، وقتها نجاوبك، وقت اللي ما دخلنيش في الحبس دخلت الحبس دونك ما نجمش نجاوبك. كان فما حديث على تعويضات ماديه، تعويضات معنويه، تعويضات؟ فما برشا حاجات كما قلت لك ما نجمش نقول، فما برشا حاجات ومكتوبين في ورقه ومصحيح. ورقه منفصله غير ورقه ال اي غير ورقه الاسقاط عند ليزافوكا، الورقه تحشم معناتها تاع نو سيلمون العبد هذاك يحب يدخلك للسجن، مي اون بلوس عنده شروطات تبدلت برشا ما نعرفهاش. فما ان فيرسيون انك محكومه سرسي قبل على هذاك، كانت فما عقوبه؟ لا عندك احكام قبل ولا لا؟ لا لا لا، انا شاكه بشكون وصار لي براكاج مره، دونك تفضلت الحكايه، ما انا جيت براكي وما عنديش حتى اللي انا شاكه بهم واللي شكاو بيا. دايوغ نشكر سمير الويفي على رجوليته، على كلامه، على الميساج اللي حطوا على الانستغرام وعلى الاسقاط اللي عملوا، كنت نتصورها من الناس الكل الا من سمير الوافي. مره معايا في موزايك لما سالتك وانا تصدمت من حجم الشر اللي كان موجود في الجواب نتاعك. وقتها نحكيو على عربيه الحبس. وقتها نحكيو على عربيه حمادي وقلنا قلت كيفاش انت عربيه حمادي عملت معاك موقف نبيل جدا، وانك نادمه على كل خلاف عملته مع عربيه حمادي وكبرت في عينك عربيه حمادي. حتى وقتها عملت الاسقاط وقت اللي توقفت في بوشوشه. جوستومون سمير الوافي قلت لي لحظه راني انا الحبس ما نتبناه لحتى حد كان لسمير الوافي. اكبر غلطه قلتها في انترفيو في تاريخ لي انترفيو الكل، اكثر حاجه غلطت فيها هي الكلمه ذي، على خاطر ما كنتش نعرف شو معناتها الحبس، ما كنتش نعرف شنو كان ينجم يحس وهو غادي، ما كنتش نعرف شنو عائلته تنجم تحس وهو غادي، ما كنتش نعرف اللي بالحق هذوكم هما الظروف نتاع الحبس، هذيك هي الوجيعه، هذيك هي
ما كنتش نفهم كيما قلت لك ما كنتش نفهم في القضايا الفلسطينيه. سي لا ميم شوز، عندي هنا حبس بريزن بريك داخله في حبس في امريكا ولا في دبي، عندك تلفزه وشوفاج وبيجاما وفرش فيه زوز عبيد وتحكي بالتليفون. اه هكا الحبس عندك؟ اي خاطرين نعرف عبيد دخلوا الحبس ويكلموني بالتليفون لبرا، نجم تقعد تحكي معاهم. دونك عندي هنا هذيك هو الحبس، وكنت نتصور اللي أنا داخلة البلاصة في اي بي، ما كنتش نسخايل اللي توا تونس كاملة تقول آه تهنيو عليها، تي راهي قاعدة في بيت في اي بي وحدها وتلفزة وعندها تليفون وعاملة جو وكل. أنا زيدا كنت نسخايل كيفهم، وعندهم الحق باش يخموا هكاكا، خاطر احنا الكل عندنا ليماج هذيكا. توا ليماج اللي عندي من الحبس راهو ما نحبش صغار يغلطوا فرد غلطة، ما نحبش صغار يتكلموا كلام كيما قلت وينا، وما تسميوش بالاسامي سيختو مريم، ما تسميوش بالاسم واللقب. مريم دخلت من الاول الحبس شنو معناتها؟ تضحك تلعب شنو معناتها؟ تسلم على عباد؟ اوني تات شوك كي دخلت من الاول الحبس، كي هبطت من الباقة اوني تات شوك. نغزر ونقول خممت عليك، حتى انت قلت بالكش يعملوا لي في كاميرا كاشي سي سيغ، قلت مريم دبير ما تدخلش الحبس ما فماش عليه فوق القانون. عينك خاطر وصلت ان موما، استغفر الله يا ربي بالحق، استغفر قد ما نستغفر باقي شويه قد وصلت 2953 سي با مال، لازم نفوت 4000 مثالش تو يوفى الحوار ناكد لك باش تفوتهم. قلت لك ما كنتش نتصور اللي بالحق في بالي تفدليك. وصلت فما جمله قصيت عليها، وصلت واستغفرت ربي عليها، طغيت معناتها قلت انا ما فما حد قدي انا. لا لا وصلت بالحق، كفرت بالنعمه، كفرت بكل شيء، نقول انا انتوشابل ما يمسني حتى حد في البلاد، ما يصير لي حتى شيء، انا احسن وحده، نلبس في اكثر حاجه، نصرف في اكثر وحده، نعيش في احسن بلايص، سي وصلت لسقاي ما عادش يمسوا القاع. وصلت ليفل اخر، تحكي معايا من ناحيه تحكي نجاوبكش ساعات. تنجم تقعد ساعه تحكي معايا تبربشني ما مانيش هوني. ليه هي نشري على الانترنت ولا ليه هي نحضر في الفواياج في كل درا شنو، ما عادش عايشه مع العبيد. ما عادش عايشة مع العبيد جملة، والمشكلة اللي أنا ما كنتش نعرف اللي فما عبيد تعيش حاجتها كيكا، ما كنتش نعرف اللي فما حبس بالحق. دخلت الحبس وين سكنت؟ في بيت. نعرف اللي في بيت، أما البيت هذية فيها زوز من الناس، ثلاثة من الناس، 20 30 15 برشا، 23 طفل. وتعرف حكاياتهم واحدة واحدة؟ نعرفهم الكل بالاسم واللقب، نعرفهم الكل وين يسكنوا، نعرفهم الكل قديش محكوم عليهم، نعرف كل واحدة قديش من بنية صغيرة عندها ولا من وليد ولا من راجل، نعرف شكون قتل، شكون سرق، شكون محكوم على شيكات 200 سنة. مخدرات زادة كيف كيف؟ مخدرات. ما بكيتش على روحك تبكي عليهم هما؟ ايه. شو حبيتهم؟ على الاخر. تنجمش تتصور. وليت معاهم صحاب الكل. الكل. وان شاء الله ربي خاف عليهم. خاطر خايبة برشا، خايبة برشا البلاصة هذيك، ماهيش حاجة سهلة حتى طرف. توجع كي تراهم، أنا كنت خم كان على روحي نقول أنا ميسالش شهر 10 أيام خرجوني تنلقى حل نخرج، أما هما عندهم يقولوا غادي طول طن. سكنت مع ناس محكومين طول طن، سكنت مع عبيد دارهم، وليت نقولهم كان انا نجم نخرج كيفاش نعمل، نجم نحكي معاكم، ما نجمش نجي نزورهم، يقولوا لي تبعث لنا لا تخلي الحبس احنا نسكنوا هوني، معناتها لازم نكتب جواب باش نجم يوصل الكبرانه نتاع البيت،
ولا باش نجم يوصل الوحده من البنات اللي معايا، لازمني نكتب لهم ورقه ونبعثها في البوسطه خاطر دارهم السجن منوبة دارهم. مش سهل يدخل عبد جديد ويتقبل في وسط مجموعه امبوسيبل، وانت جايه من عالم اخر وجايه باحكام مسبقه، فما بعض الناس يعتبرك تافهه، فما بعض الناس يقولوا الله وكان نلقاوها مريم الدبيغ اللي ما نعطيوها تريحه. إذا الوقت اللي تعجيت في ليكولواغ باش نتعدى من البافيون للبافيون حتى لين يوصلوني للبيت نتاعي، فمع بيت تعيط في اسمي في الكولوار يراو فيا خاطر متعجة وسمعوا لي فما مريم دبيغ داخله الحبس يسخيلوها تفدليكا مش بالحق. قالوا للمرأة نجم تعطي جرية للمريم خاطر راهي جاية، هي عطات جريتها لينا أما في بليش لينا باش ندخل. كي دخلت للبيت كلي وشوك الناس الكل، بيان سور دخلت لهم نتبهلل، كيف دخلت لهم كوكو لي بيبي، قلت لهم ما دخلتش يا ربي فاش قاعده نعمل هنا في الحبس، قلت لهم كوكو لي بيبيز. والله تلما اوني تاج شوك قلت لهم كوكو لي بيبيز، قعدوا يغزروا لي هكا. قالوا لي واحده جات تمسني في وجهي في شعري، والله هي قالت والله واحده قالت لي نحي حوايجك خلينا نشوف تاتواجك، انا نعرف عندك تاتواج فيه فرد وسمعنا بيك عندك تاتواج في فلسطين. كي وريتهم عرفوا بالحق لينا. كيفاش كانوا الايامات الاولى باش تاقلمت معاهم؟ تاقلمت، الصبر اللي جاني من عند ربي، عمري ما كنت نسخايل نهار اللي انا نجم نتاقلم. كي ريت البنات وكل من الاول خفت، خفت قلت باش نعدي ساعه سير واش ناكل تريحه، رد بالك على لسانك وين لساني طويل ما نحبش شكون ينرفزني وغادي ما عندهم ما يخسروا حتى طول طون. انت ديجا باش تخسر مع قاعده هي غالج معناتها ما فما شيء. ايبا لا بالعكس، وليت صحاب معاهم الكل، نضحك معاهم كل يوم، وقفوا معايا معناتها سيبوا رويحهم وتلهوا بيا. ما قد ما نفسر لك قد ما نجرب نوصف لك قديش كانوا باهين معايا البنات اللي في بيتي، ما تمنيش ما تجمش تتمني. مريم فما عبيد داخت وتبكي وقت اللي انا خرجت. مريم احكي لي نهار كيفاش تعديه في الحبس؟ وقتاش تقوم الصباح؟ نقوم للحساب 8. اسمه الحساب؟ حساب اي. اش معنى؟ يحسبوكم؟ اي يخافوا عبد يهرب ولا ما نعرفش شنو تصير ما نعرفش علاش، ما لازمنا نتحسبوا 3 مرات في النهار، تحسبوا 8 نتاع الصباح، نتحسبوا مع الاول ونتحسبوا مع 5 نتاع العشية. تتحسبوا؟ 3 فوا. من بعد؟ من بعد نقعدوا نتفرجوا في التلفزة حتى 10:30 الليل طفى علينا الضوء. نهار كامل انتم تتفرجوا في التلفزة؟ في البيت معنا ما نعملوا. ناكل تجيني القفة ونقسم قفتي مع البنات الكل. خاطر فما بنات ما يزوروش جمله فيك هما محكومين طول طون ما يزوروش، دونك ديك تجي القفه نتاعي ناكلو نقعدو الكلنا، نحطو تويول بلاستيك هكا كل في الكلوار تاع الحاكم ادخل البيو ادخل لي لي ما بين فروشات ونقعدو ناكلو مع بعضنا الكل. بيان سور ناكلو ماكله بارده خاطر ما عندكمش كيفاش باش تسخنوها معنا حتى شيء. وهذا في النهار اللي جات القفه، النهار اللي ما جاتش فيه القفه انا لا بلوبار دو طون ما ناكلش وقتها، ما تجينيش القفه ما ناكلش ولا نعمل ساندويتش هكا صغير، نبدا عنا الخبز خاطر الخبز يجينا كل يوم، دونك نعمل ساندويتش صغير بالفخوماج وشويه طن ولا هريسه ولا اللي نلقاه اللي نلقاه موجود نعمل به الماكله. تشريوه من غادي؟ انا الحق نشريو مره في الجمعه من الكونتين اما معنيش ماهيش سوبر مارشي. راه في الدوش كيفاش تعمل وميك اب ودنيا واحد كيفاش تعمل؟ ماهيش مريه مراش وجهي مراش وجهي جمله. بون عندي دي بيت زاسيوس ما عنديش الحق نقولهم لك، سي دي سكري نتاع البيت نتاعي انا وصاحبتي دونك هذيك ما نقولها لكش. فزيت تعلمتهم غادي لداخل باش ما يبداش عندك شعر باغ اكزومبل في تي سوخسيل نعرفوا كيف نحيهم، وانا نحب نعملوا طلع على وجوهنا كيفاش نعملوا تهنيو مليش نقول حتى شيء. اما كيفاش معناتها تداوش مره في الجمعه؟ اي انا بيتي البافيون تاع بيتي تداوش نهار لحد الصباح. انت دخلت لهم نهار الاحد؟ اي دونك قعدت نستنى جمعه باش نداوش. وبعد ما داوشت تفرهدت؟ قلت لهم سيشوار؟
ايوي باهي الحكايه الكل. كيفاش؟ رجعت للبيت بردينا على الاخر خاطر تبرد في الثنية وكل. دخلت البيت قلت لهم البنات البنات سيشوار سيشوار وين البريز؟ كلهم قاعدين هكا يغزروا لي. نقول لهم جاوبوني البريز وين؟ راني مش نموت بالبرده ما لازم نشيح شعري ما في داري ما نشيحش خاطر سخونه ما هوني برد. قالوا لي مريم فماش بريز. قلت لهم التلفزه كيفاش موجوده؟ التلفزه خاطر معلقه الفوق دونك ما فماش بريز. قالوا لي لا فما لا سيشوار لا بريز لا يا اخي وين تخيل روحك؟ يبان تخيلهم يفادلكوا. انا من الاول قعدت نستنى ساعه في السيشوار قلت تو تجي العاونه سي سيغ تعرف احنا دوشنا باش يجيبوا لنا سيشوار. إيفكتيفمون فما لا بريز لا سيشوار. باهي التجربة نتاع الحبس شنو علمتك مريم؟ قويتني أكثر من كل شيء. بدلتك سا سي سور. فما مريم قبل السجن ومريم بعد السجن. إيه. باهي. في برشا حاجات. تعلمت الصبر. ما عنديش صبر جملة أنا. حاجتي بحاجه لازمها تجي توا وهو في ساعه في ساعه وما لازمش نستنى والحاجه اللي نحب عليها لازمني ناخذها ما كانش لازمني نقلب الدنيا كان ما ناخذهاش ما نجمش تقولي لي تنجمش تقولي لي ما فماش سيشوار شنو ما فماش سيشوار شنو هي لي ماكش باش تدوش اليوم راك لازم تستنى جمعه كامله ما تنسى ندوش في داري بماء سخون يحرق يوميا مرتين في النهار دوش ساعات ثلاثة مرات عملنا دوش جست باش نقعد تحت الماء سخون. تعلمت انه الحبس بيبانه مفتوحه في اي وقت. هذه جمله علمتها لي امراه كبيره في البيت نتاعي تقول لي مريم لازمك تتعلم اللي باب الحبس وباب البحر محلول للناس الكل. قولها هاني تو تعلمتها. تعلمت زيدا نقعد مع عبيد نقعدش مع العبيد نقعدش مع الناس الكل نقعد مع طبقة معينة صحابي قلت لك وليو نحبهم بالحق نحبهم قلت لك نعرف عائلتهم كما تاع ليسيمي متاع صغارهم نعرف عيشتهم الكل قلبهم ياسر باهي معايا انا كنت نتصور حاجة اخرى كنت نتصور اللي باش نعدي جمعة باش نتعارك معاهم باش نحس روحي خايفه ما نجمش نتاقلم معاهم اي با نو تاقلمت وقفوا معايا كليت معاهم فرد انا كيما سطل هكا اونينوكس هما يعيطوا له القلبه هي القلبه فيه الماكله ونفطر معاهم ساعات من الماكله هذيك كان فريمون جات على الاخر ويقولوا لي هيا عادي الدباخ شنو هو توا باش تعملهم حتى هوني لازمك تاكل هانا احنا ناكلوا فيها الماكله هذايا نقول لهم انت ليه عاد ما نخليوني بشكون يلقى لي حل خلنا نعمل ساندويتش ولا شكون عنده طن شكون عنده انا نقول لهم شكون عنده طن شكون عنده هريسه اللي مستانسه انا اللي هما يعطيوني الحبس تجربه صعيبه وواحد تجربه خايبه برشا قبل ما صعيبه اما ابتلاء من عند ربي سيسكو تعلمت غادي ما كنتش نعرفها الكلمة جملة اللي صار لي أنا الكل ابتلاء من عند ربي والحمد لله يا ربي قلت لي وليت نسبح رجعت لربي ايه ما كنتش بعيدة برشا راهو أما كنت بعيدة في مخي خاطر نسخير روحي ليفل آخر أون فيت كاين وربي جاب باش يعطيني درس شو نقولوا إسرائيل المرة هذي مشيت اسرائيل مشيت فلسطين المحتله نحالي الانستغرام تاعي عملت ديبريسيون على فلسطين مرضت ومشيت الكلينيك وبعد وقفت في الحبس هذوما الكل جيوني في ثلاثة اشهر مع بعضهم ملي كنت لهنا وفي عالم اخر جيت هوني وفي عالم واحد اخر معناتها العكس نتاعي وليت نعيش معاه اللي انا ما نعرف روحي ما نجمش نراهم في الدنيا ولا ما نجمش نكون يمكن عمري ما كنت نخمم نجم نكون صحاب مع عباد هكاك في حياتي. اي با قعدت معاهم والحمد لله يا ربي قبلوني خاطر راهو كي تدخل في الحبس مش اوبليجي يقبلوك البنات اللي في الحبس. فما برشا بيوت تسمى انا بيتش سافا فيها عشرينات عباد فما بيوت راهم فيهم برشا اكثر.
وفما أقل زيادة. قلت لي تعلمت نسبح. دونك قلت رجعت لربي قعدت تعدي. هودي علمتني نسبح. هودي. و هاي. وغادي تصلي ما؟ لا. ليه؟ جيت باش نصلي ما حكاية طويلة نجمش نحكيها. قبل ما تخرج خليني قبل كل شيء. خممت تعمل حاجة تعبي بها الوقت من عرش فما ناس الفنانين يقولك إنك كتبت. كتبت كتاب. كتبت زوز كراسيت كاملين أكثر من 200 باج. 96 هي فيها الكراسة نتفكر. تفكرت 96 شو كتبت؟ كتبت مذكراتك؟ كتبت كتاب كامل. كل دقيقة تصير حاجة فيها في البيت نكتبها. طلعنا غنيت فما غنيت معروفين في السجن علموهم لي قلت لهم علموني كل شيء كل شيء قلت لهم نحب نخرج كياني أنا قعدت معاكم الليامات اللي عديتوهم الكل في حياتكم تعلمتوا فيهم حاجات الحبس حب نتعلمهم الكل تعلمت كل شيء تعلمت الغنيت تعلمت نقول كلمات كيفهم نفهم هذه ماشي أكون فعنا فطور قلبة عنا حساب بنيت الكرفي بنيت الحليب كلوار الحاكم تعلمت برشا حاجات العون يجي يدق عليك لازمك تقدرهم انا تعاملت حاجه بيها سيكو انا تعاملت بالقدي علاش على خاطر انا كنت باهيه معاهم كان جيت انا خايبه معاهم ما نعرفش كيفاش ينجموا يكونوا معايا ما عندكش حل الا انك تكون باهيه شو في الحبس تكون متربي يكونوا متربين معاك هذيك الحاجة الباهية، أنا بيرسونيلمون أون طونك مريم دبيخ كنت باهية معاهم كانوا باهين معايا، ما عملوليش حاجة سبيسيال، ما تعديتش من في أي بي، عشت كيما الناس الكل. كنت عارفة أنك باش تخرج، وقتاش باش تخرج ما تعرفش. لا، كنت نكذب على روحي. خاطر أون فوا كو دخلت الحبس أنا وقتها قلت سيي فما يمكن شكيت باش يخلطوا عليا خرجت جلسه نهارين قبل الجلسه نتاعي مت بالخوف قلت لهم ليه ما لازمنيش نخرج قلبت هالدنيا في البيت عيات وصيح وبكي ما نحبش نخرج قلت لهم ليه ما تخرجونيش ضربت سيقي دايخ التوا هكا مازلت مضروبه البلاصه ضربت سيقي بالعصاب قلت امبوسيبل ما لازمنيش نخرج اليوم درا شنو الحكايه نعرف جلستي لو 29 قالوا لي جلستك لو 29 كيفاش نخرج قبل دونك جي بير دي بيج خفت فما جلسه اخرى وانا ما نعرفش على شنو الجلسه وشكون قال لي ما نتوقفش انا وقتها داركم الوقت هذا الكل مريم كيفاش يعديو فيه البنيه المدله الوالده ربي فضلها لك تغزل لك ترافيك الدنيا بو كيف كيف أصعب حاجة هي مش تعاود تبكيني انتي شبيك اليوم أصعب حاجة هي العائلة وقت اللي نجيك في البغلواغ تحكي مع أمك في التليفون ويعطيوك دقيقتين لازمك تحكي فيسع كاميرا تفرج فيك وترى أمك تقول ما تخافش ولا مش تخرج مريم سافا بيان سباسي إن شاء الله كل جمعة قولوا لي جمعة جاية ما تنجم تعمل حتى شيء وانت قاعده في ضيق ويقولوا لك من برا تنلقاو حل تنلقاو حل صبر روحك بربي ما تلحلح بيا تقولي بربي ما تعملش عركه مع حتى حد قولها لي راهم صحابي تخيلي نكذب عليها كل يوم تقول يا مان مريم بربي مجيش تضرب عبد ولا تتنرفز تهبل ولا تعمل ديزنمي يضربوا كومة ولا حاجه قلت لها راهو ما فماش ضرب في الحبس ما فما حتى ضرب يحبوني اصحابي تغزلي تقولي خايفه خايفه وقولها اسكت راهو يسمعوا فيك بالحق نحكي بجدي صحابي مانيش خايف تبدا هي مسكينه ماكيجا وقده روحها وما تحبش توريني اللي هي تبكي فما نهار نخرج فيه فرحانه ما نحبش نوريهم لينا سافا با الداخل فما نهار نخرج نبكي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرانيه على خاطر نعرف اللي امي ماهيش نتاع تجي تزور في بغلواغ في حبس ماهوش نتاعنا جمله وجاتني كان امي وراجلي بابا ما يجيش علاش؟ خاطر مش نتاعنا انا ما نخليش با يجيني
مع حليني داخل بابا باسمه بقوته بشخصيته بخدمته بكل شيء داخل لي الحبس جايب لي قفه معناتها نطيح له قدره امبوسيبل ما معقول شو ليه ما عنده متيح قدر اليوم الناس اللي هما احنا تتيح قدر في العائله شوف الحبس اليوم في وسطه ناس كل الفنانين رجال اعلام رجال اعمال اعلاميين مشاهير اي انا 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 تسمى سلكتها انا تسمى سلكتها جيت في البيريود نتاع لازم دافير وناس الكل تشدت وعبير موسي وبرشا عبيد برشا برشا عبيد مشدودين وحمد الله ما دخلتش الحبس على دروغ ولا دخلت الحبس على ما نعرفش انا قضيه اخلاقيه ولا قضيه اخلاقيه ولا اوغوزمون دخلت الحبس راسي عاليه على خاطر جاوبت على عبد صحيح سبيت أمينة جاوبت باش ندافع على روحي موش عملت حاجة غراف باش نحشم اللي أنا دخلت الحبس مانيش حاشمة جملة اللي أنا دخلت الحبس أو كونتخيغ وين نخرج في تونس الناس الكل تسلم علي الناس الكل تجيوني يتجاراو فما عباد يقولوا شو شكون برا مريم دبيغ راهي قالوا وين 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 بربي وريهالي امبوسيبل امبوسيبل العباد شوكي راهو فيا في الشارع مريم معناتها خرجت الحاجة الباهية اللي ربحتها من الحبس اللي خرجت إيكون خرجت أنكور بلوس إيمي في بالي أنا باش نخرج من الحبس نغربل باش نلقى روحي قاعدة عندي ثلاثة أربعة عباد نحبهم لقيت روحي بالعكس خسرت ثلاثة أربعة عباد وربحت محبة الشعب الكل مريم اللي ما كنتش نتصورها اللي حاجة اللي يمكن نتفرح أنك خرجت من الحبس هي أنك تبدلت هي أنك اليوم من خلال كلامك عندي مريم جديده نعرف قبل انت بالنسبه لك ضد انك تبكي في التلفزه وضد انك اليوم قلت لي تقابلنا شويه في الكواليس قلت لي اسمع اسال اللي تحب ولا نحب نحضر نحب حد شيء انا عندي حاجه باش نحب نقولها ونرتاح بعد ما نقولها قلت لك مريم اعمل كنترول على روحك باش ما تضرش روحك بتصريحاتك قلت لي اوكي انا راني جديده راني مش مريم تاع قبل مريم تعتو احلى من مريم تاع قبل يمكن كنت أصعب قبل بتاتخ رب ذرة النافعة أنا حتى التوى ديما حتى في مي ريبونس نبدأ صعيبة هذيك سي مون كاركتير ما نحبش في روحي ما نحبش كون يمثلي عائلتي ما نحبش كون يحكي على عائلتي عشان نبكي توا على خاطر عائلتي ما نحملش فيهم معناتها أنا وصلت عذبتهم معايا انت تقول عذبتهم ما يقول لك هذيك واجبنا هذيك بنتنا واجبنا نقفوا معها قبلت مش الوالده الناس الكل فما عبيد لي ما يقبلوش على صغارهم فما عبيد ما يمشيوش للولدهم للبنتهم موجود مش الناس الكل تزور علاش انا نبكي على خاطر انا جايو لا شانس باش عائلتي تخدم معايا انا شطر البنات اللي في بيتي ما يزوروش يبكيو كل يوم في الليل نبدا نسمع فيهم يبكي قولها شبيك تقول لي ما يجينيش انا راجلي امي ما جاتنيش عندها عامين عندها ثلاث سنين عندها خمسة سنين وهما ملوحين في الحبس وفما عبيد مظلومة زيد فما عبيد مظلومة فما عبيد مش مظلومين فما ناس غلطت فما ناس غلطت ساعات زيد تحكم عليهم فما شكون في بيتي هنا محكوم عليها عشرين سنة عليه عشرين سنة تحت من حياتها كانوا ينجموا يلقاو حل تجم تحكم عليها أقل تجم تاخذ خطية كبيرة فما برشا عبيد زيد على شيكيت لازم يلقاو لهم الحل مخدرات هذيك مخدرات سي نورمال باش تتعاقب مخدرات سي انترجي باغ لا لوا اما شيكيت البرا ما تعديش عليهم طول طون 200 سنه قلنا لها فما مرا قلنا لها شنو معناتها قلت لها واحده من البنات في البيت قالت لها قد عمرك كان شي خاطر 65 سنه ولا 56 سنه قالت لها يحسب باغ اكزومبل 20 سنه اخرين سافا ولا 40 سنه اخرين فما عبيد 200 سنه معناتها تموت وتحيا وتموت وتحيا وما تخلصش لازم يلقاو حل على ليستواغ دي شيك على خاطر برشا 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 عبيد على الشيكات و نهار خروجك مريم كيفاش كان نهار خروجك؟ نهار خروجي ما لافي اون فيت نبدا لك من لافي نسخاير رقدت اول مره نرقد مليح في الحبس هو النهار قبل ما نخرج اي نعرفش علاش رقدت كهو نسيت الناس الكل 8:30 تاع الليل رقدت نرقد بكري خاطر نقوم بكري للحساب دونك رقدت مرتاحة وقمت مرتاحة وماشية يحكيوا معايا يقولوا لي سافا مريومة ما تخافش إن شاء الله اليوم تروح إن شاء الله تروح إن شاء الله تروح
وانا نقول لهم لازمني نروح باش نروح ونكذب على روحي اما متقويه. ما منعرفش علاش الصبر نتاعك الأربعين يوم هذوكم الكل. جاوني نهارتها وقالوا لي مريم سيبو اللي صبرت الكل tu vas trouver le résultat. تخافش ماش تخاف ماش نخاف وليد ماش تخاف من حد شيء. بعد الحبس راه واحد كي يدخل الحبس يخرج من الحبس ماش ينجم يخاف من حد شيء. انا تو ماش خاف من حد شيء. قد شنو اكثر حاجه تعملها الحبس سيته ماشي نجم يخوفني حد شيء. نهارتها قلت سي عديت شهر وعشر ايام كان مشي يزيدوا خلي يزيدوا نزيد نعدي شنو باش نعدي نحترم القضاء. مي عامين جو بونس كو حتى الشعب تو يعمل ثوره في بلاصتي عائلتي تتقلب الدنيا لي زافوكا يقلبوا الدنيا معناتها ما تستحقش الحكايه باش تكون ياسر كبيره جوست على خاطر انا اسمي مريم وليت ياسر كبيره. دونك مشيت للقضايا للجلسه نتاعي مرتاحه وهما يحكيوا انا نغزر ميم با نسمع فيهم. كي نقول لك مانيش نسمع ديجا ما نفهمش بالعربيه دونك نسمع في فصل وباطل وعدم سماع الدعوه واثر الجلسه وما نعرفش درا شو كله كلام بالعربي وانا ماني فاهمه شايف الاخر هبط للعون قلت له امان خويا ما تعرفش شنو قالوا عليا يا اخي ولا يضحك. اش قال لك العون؟ قال شنو قالوا شنو قالوا عليك؟ يا اخي قال يا اخي ما تعرفش شنو عملت الفوق. قلت له كيفاش تحبني نعرف انا ماني فاهمه حال شيء. قال لي ليه عاد مريم امبوسيبل تحكي بجدك. ما يعرفش يضحك علي. وخرجت وعاودت رجعت الحبس. رجعت الحبس اما عندك حكمك في يدك ولا ليه؟ ليه؟ اه تبقى تستنى غادي؟ ليه قالوا لي كهو فيت الجلسه الحكم بعد الجلسه بعد ولا الجلسة. اثر الجلسه حاجة. بعد المداوله اي فوالا دونك نقعد نستنى جوسكا حتى هما يسكروا ولا يكملوا الخمسه نتاع العشاء. خمسه نتاع العشاء نغزر في الوقت نقول يا ربي باش يخرجوني معينا وقت يخرجوني ندور البلاد تقولها اسمع الطفله هذيك وقت راحت وراحت مره اخرى نص الليل ونص ساعه يقولوا لي فما حتى ماضي ساعه ونص. دونك هما مساكن عطاوني لو ماكسيموم ما حبوش يقولوا لي راهو باش حتى كان ما نروحش نقعد نستنى حتى ماضي ساعه ونص باش نحط في مخي 8 نتاع الليل باش نروح 8 ما يعيطوليش. دونك كذبوا شويه علي البنات في الحكايه هذه قالوا لي ماضي ساعه ونص سي فغي فما اما انا معايا ساليتخ ان تو بتي بو بلوتو مش عفو خاطر هذا ولا حاجه. الخمسه خرجوك؟ الخمسه نتاع العشاء نورمالمون يعرفوا كيفاش قالوا لك راك سي بون راك انا ليه جاوني التسعه نتاع الليل. جاوك التسعه نتاع الليل؟ الكل تعرف قبلي بخمسه سوايع كان انا خاطر الداخل انا ما احنا ما نعرفوش. جربت نسنس وكل ولا حد حب يقول لي حد شيء. باهي شكون شي قال لك الخبر؟ العاونه. العاونه قالت لي ليه من الاول؟ عاد فضلك عليك؟ عملت فيا عملت فيا بون انا خاطر عملت فيهم شويه فما فازيت نعملهم كل دي بتي كريز نتاع مريم دبيغ وكل دونك شخت عليهم وزيد هما راهم رجعوا لي الفازة اخر نهار. قالوا لك راك مازلت؟ جيتني تمشي هكا شويه بحث الباب وانا قاعده في الكولوار مع البنات قاعده ناكل في حاجه باش نتعشى. قلت لهم اسمع البنات تاعي خلينا نتعشى وبالك شي باش نبيت بحذاكم اليوم وين تعرفوا انتم؟ قالوا لي ليه ما عادش تقول هكا برا لم دبشك من تو. قلت لهم المره هذه مانيش باش نلم دبشي ما فماش نلم دبشي باش نخلي لكم الدبش نتاعي الكل نحب نخرج نجري ديريكت. يا اخي انا قاعده ناكل ونتفكرها كيما تو انا باش نهز وقتها ناخذ شويه سلاطه وكل شيء ونسمع فيها قال مريم دبيغ اي جيجه بحذا البيبي خلينا نحكي معاك. ودارت للبنات عملت لهم هكا لي رافي وجوههم الكل سافا با تفاجئوا هما. قلت لها شنو باش نروح باش نروح؟ قالت لي ليه ليه حاش بك على حاجه اخرى. يا اخي قمت كريت وجوم قلت دراش بهم البنات يخالبصوا. وقفت لي بحث الباب غزرت لي بالكدي والله وجهها اصفر من عشك فيش عملت اما وجهها اصفر. قالت لي شنو؟ قلت لها ما تدخليش تحكموا عليا امبوسيبل باش نزل باش نقعد. قالت لي يا اخي انا قلت كلمه. يا اخي قالت لي اسمعني لم دبشك الكل وخرج علي. قلت لها امبوسيبل مروحه؟ قالت لي مروحه باش نحل لك الباب في ساعه عندك ربع ساعه لازمك تخرج تجري ما تقعدش لهنا. قلت لها بي 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 في ساعه في ساعه. عطيتهم الدبش نتاعي الكل خاطر تفاهمت معاهم كل واحده شنو باش نعطيها وكل باش هكا يشموا علي الريحه ونقعدوا ديما كونيكتي وكل شيء. واللي داخل واللي يبكي في القاعه وانا ما حبيتش نخرج. قلت لهم ليه ليه ما عادش تبكيو ما عادش تبكيو كان باش تقعدوا تبكيو راه مش نقعد بحذاكم. تهنيت اللي البنات ما عادش يبكيو باش خرجت. بصتهم الكل بالوحده بالوحده ونلحلح بهم في الكولواغ باش فما البنات اخرين في الكوجينه نحبهم على الاخر.
قلت لهم بربي خان بوس صاحبتي يا مان، حتى نراهم جوست نطلع عليهم هكا نقول لهم باي باي، سلمت على الناس الكل ومشيت. لقيت الدار يستنوا فيك؟ الناس الكل تستنى في البر. روحت لداركم ولا قدم الحبس جاوني الناس الكل، الناس الكل تزمر، الجار الجيران يزمروا، بتاع الحبس جيران بتاع الحبس، الجار كلها تزمر. كيف روحت مشيت لداركم؟ اي امك وبوك، وين امك وبوك؟ لا لا دارينا. دارك انت؟ اي مشيت دارينا خاطر الدار ابارامون كانت محلوله، فما عبيد استنى في الدار. داكو. ابار العبيد اللي جاوني للدار واللي جاوني للحبس وعبيد جاو. قابلت العائله ولا ليه؟ سلمت عليهم؟ سلموا عليك؟ سلمت على الناس الكل، جيتي اون ايتا شوك، لا سول بيرسون اللي مازلت ما ريتهاش هي با. علاش؟ حتى اليوم. علاش؟ على خاطر معناتها بوك باش تفرج فيك تو في التلفزة؟ ملي خرجت من الحبس بوك ما شافكش؟ لا. متغشش عليك ولا شنو؟ والله. تو فهمت عاد وين نحكي على البو. ما زيد ما رانيش. لا اسمع لا صوتي لا راني لا حتى شيء. نتصور ليلى باش يشوفك. نتصور ليلى باش يشوفك. لوجيكمون. تحكي معاه؟ شو باش نقول، انا حبيت نجي لو برومي جور مي ما عنديش القوه، كنت باش نجي وخفت مش راه تسامحني. وك ما فماش بو يكره بنته؟ فماش فماش بو ما يلقاش اعذار لبنته؟ مش هذيك، انا با صعيب برشا كينينا صعيبه، هو اصعب مني برشا، اما بنته تدخل الحبس راهو سي انكسبتابل، حتى كان حاجه صغيره ولا مش حاجه غراف ما يحبش وعنده الحق، حتى حد ما يتمنى الحبس لحتى حد، وزيد مريض وتعب وكل زدنا كمان عليه دونك. واحنا مجتمعنا ما يرحمش، معناتها واحد تو باش يعايرك فار حبس. اي بيان سور تقعد، خاطر للاسف المجتمع ما يرحمش. باش تولي تعس على روحك سيدي جا. قويت ولا ضعفت؟ زوز. وين قويت؟ في مخي، اما في قلبي وليت نحس برشا على العبيد وعلى روحي، قبل كنت ما يهمنيش اللي باش يصير يصير جمون فو. شو تقول للناس اللي يعتبروا الحبس حاجه لعبه؟ اوف لا ساعة ابعدوا على المخدرات، أكثر حاجة نوصيكم عليها ونعاود، وحتى كان ما تسمعوش الكلام جربوا اسمعوا كلام فو بارون، على خاطر بالحق المخدرات راهو فيها دي سونتونس تري تري غراف، تنجموا تتحكموا على برشا عوام وتنجموا تخرجوا الجملة. تنجم تقعد تحت ذمة التحقيق ولا تحت ذمة القضاء بوندون دي زاني، دونك حتى كان الحكاية هي صغيرة تقعد تستنى 3-4 سنين، دونك تحط محيطك كومبليتمون. وأكبر درس نبدا بروحك أنت مريم. ما تستسهلوش السبين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا واحد يجي يسب واحد على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم عندنا قانون صارم في الحكاية هذه، اللي عنده حاجة يعملها بالتليفون ولا يلقى حل، مي على انستغرام وكل يفو ايفيتي. فما ناس اموان كو بليش اسامي وشوفوا شوفوا ما تعرفوش بعضكم ولا ما نعرفش، اما ما ننصحكمش. مش لازم سبان، معناتها نجم نوصل اللي نحب عليه بطريقه باهيه. لازم السبان والكلام زيد زيد على انستغرام، خاطر فما برشا صغار يتفرجوا، فما برشا عائلات تتفرج. معناتها نتصور راهو اليوم على ناس على جامات راهي في الحبس. ايه ناس على كومنتيرات في الحبس. ايه ليه فما بنات في الباقه معايا حطت كومنتير على تصويره نتاع واحد طلع ارهابي، فما واحده حطت زيد ردوا بالكم من لي كومنتير، ردوا بالكم من لي لايك، ردوا بالكم من الخلطه، ردوا بالكم من المخدرات، ردوا بالكم من السهاري، ردوا بالكم وين تمشيو في جار، ردوا بالكم من الاولاد، ردوا بالكم من البنات، ردوا بالكم من خيالكم، راهو الحبس نتاع حتى حد، لا هو نتاعي لا هو نتاعكم لا هو نتاع حتى حد. سي لو تيغ موند، راهو ماهوش مانيش فيه اوتيل، معناتها ماهوش حبس نتاع بلاد اخرى.
حبس على قد ظروف تاع تونس، وانت تعرف ظروف تاع تونس تاعبة برشا. هو الحبس في حد الحبس ماهوش في نحن في الكورونا وقت اللي تحصرنا في ديارنا عفنا رواحنا. تصور انت محصور في حبس وباب مسكر عليك ومعك برشا عبيد ماكش تعيش وحدك. البنات اللي عشت معاهم في الحبس واللي كل واحدة عندها حكاية كل واحدة عندها قصة واللي نعرف انهم زادة ساهموا باش يبدلوك 40 يوم يظهروا شوية لكنهم أحيانا الواحد في نهار يتعلم ألف قصة وقصة جديدة. كيني عديت 10 سنين راهو ما نكذبش عليك، راهو دقيقة ياسر طويلة. فما نهار مشيت نقدم في المونجيلا عندينا 4 ساعة نهار ربحته ياسر طويل. أنا اللي يعدي 5 سنين نقول كيف يعمل مسكين. مريم أحكي مع البنات اللي في الحبس ويتفرجوا فيك ونعرف أنه ليلى يتفرجوا فيك. توقع لهم هاي لي بيبيز. كوكو لي بيبيز، قلت لكم باش نجيكم وباش نجاوبكم ولحلحتوا بيا على البلاتو هيف. هما يتفرجوا فيا؟ اي نسلم عليهم الكل ربي خلص. شامبغدي يا عبوزينكم توحشتكم. نسلم عليكم البنات الكل الكل الكل، بواسون سنتيمون برشا ياسيمي ما عنديش الحق نقولهم، البروف صاحبتي اللي في اخر البيت، الهيجين فاطمه الزوز، كلكم كلكم ان شاء الله ربي يخلصوا حالهم. كبران جي زيدا نبوسها برشا برشا، كبران تسندرا زيدا نبوسها برشا برشا. البنات الكل طبعوا زيدا، فما شكون قتلي ميسيلش نور بيزاخت على تيك توك، كنت تحبوا تفرجوا فيها تفرجوا فيها، ماذا بها الانستغرام تاعها يطلع. دونك نشجعوها الناس الكل، نبوسكم البيت الكل، والله توحشتكم، ردوا بالكم على رويحكم، ان شاء الله تخرجوا في ساعه، وان شاء الله يا ربي فما عفو ولا حاجه. نراكم البرا على اللي عملتوه معايا الكل، قد ما نقولكم عايشكم وباقي شويه وراني ما نسيتكمش. انتم تعرفوا وين نعرف اللي وعدتكم به يصير. باش وعدتهم؟ باي. باش وعدتهم؟ سكري ما نجمش نقول. مريم انت اليوم انستغرامك قوي وولت عندك مسؤوليه كبيره. فرحت. وولت عندك مسؤوليه كبيره اليوم باش تكون على الاقل صوت نتاع الشباب. كما قبل كنت يمكن سهريات وجو كل شيء، اليوم لا. ديتا وما عادش ما انتيريس ميم با. اليوم كان فما موعظه، كان فما فايده، كان فما حكايه، كان فما موقف انساني، كان فما عمل خيري، كان فما قضيه موجوده ديجا. انا وقفت قبل ما نتوقف معناتها وخليت اخر حاجه جاجيتا سيتي كواسون روش تونيزان، كنت معاهم نمشي بريس كل يوم في مغرين الهلال الاحمر، عاوننا بالقدا. أنا في لو ماكسيموم مالوغوزمون توقفت، دونك ما نجمتش نكمل. أي فما أي حاجة نتاع عبد نجمو نعاونوه ولا ديجا عندنا أن بوتي بروجي هكايا بيانتو إن شاء الله. تشوفوا فما باش يكون فما تشالنج على انستغرام بين أنا ويسرى نتاع شوف لي حل. دونك تفرجوا في الفيديو الأخرانية اللي هي حطتها على انستغرام، خاطر ياسر حلوة الفازة اللي عملتها. نورمالمون باش ترميني التشالنج اللي أنا الجمعة هذه، دونك لازم نكون قد المسؤولية وكان نقدها فريمون يصير نفرح. شكرا مريم مرة أخرى، يعطيك الصحة أنك قبلت الدعوة. تفرحت ولا لسه؟ على الأخر ونجيري كنت مع البسي نتاعي وأنا لو جعني عندي جمعتين. والله ما مشيتش، دونك يظهر لي لا بروميير سيونس افيك توا. اي ان شاء الله يا ربي نجم نقولوا انه تريحت التوبه. اي هذه اهم شيء. مانيش مبدل من الكاركتير نتاعي ولا باش نولي ليه هكا، لا بالعكس خرجت انا رابحه اون لوسون دو في، ابتلي من عند ربي، قربت للربي، قربت للصغار، قربت للعبيد، فهمت العيشه كيفاش، باش نقعد جو في ما في كيما انا ابخيتو، مانيش نجي نطيح من روحي. تأقلمت مع حياتك الجديده بعد الحبس ولا لا؟ معناتها وليت تعرف النعمه اللي انت نبدا ندوش بدوش سخونه نقول يا ربي الحمد لله، يا الحمد لله يا ربي، فرشي نقول الحمد لله، حويت ساعك نحل بلاكارتين نتفجع نقول هذا الكل عليه اش فما، نتفجع وليت ننقص بدريت باش بستة تليفونات نحوس، راني ستة تو وليت نحوس تليفون وفيه نمرو فرنساوي ميم با نجاوب على العباد. كي تحل شباكك وترى نبدا نقول يا ربي الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ما عادش نرجع لك البلاصه هذيك، وسيرتو نبدا نقول يا ربي ان شاء الله حتى حد ملي نعرفه ملي ما نعرفوش والله ندعي اكثر للعباد كلينا، خاطرين سيء عملتها الاكسبيرينس ما نحب حتى حد يدخل الحبس. وليت تقدر ما تدخلوش للحبس بالحق، والله راهو راني نسمى قويه راهو.
وليد تعرف قيمة النعمة اللي موجودة عندك؟ ما انت في أبسط الأشياء أكل ماكلة اللي كنت تدزها في داركم ما تحبش تاكلها تتلوح وتتلوح طيب ما عارش وليد نمشي نعطيها ولا نعطي العصيص ولا نلقى حل. ميرسي بوكو أما فامي أمي زامي العبيد اللي وقفوا معايا الكل الشعب التونسي الكل خاطر ما كنتش نتخيل اللي باش يقفوا معايا للدرجة هذه. ميرسي ريم البنا مريم بن ميمي برشا برشا عبيد من غير ما نسمي باش ما ننسى حتى حد سمير الويفي فريمون لو ماكسيموم دو بيرسون اللي وقفوا معايا احمد لندلسي زيد قالوا لي مين شريف ابارامون زيد لبنى الزديري برشا 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 عبيد دونك فريمون خاطر حتى فما ناس اللي انت كلاشيتهم جاو معايا دونك الميساجات نتاعكم قاعدين يوصلوا لي وجوني على تليفوناتي قاعده نحل فيهم بشوي بشوي ما نجمش نجاوب على الناس الكل مي ميرسي للناس الكل اي سورتو ميرسي للصحابي القراب على الاخر اللي وقفوا معايا اي بابا وماما واختي على خاطر اختي على بري لافيون وجاتني سبيسيالمون باش تشوفني وانا في السجن. يعطيك الصحه مريم الدباغي خلي كلمه الختام كان عندك ديرو ميرسيمون كان عندك اي نعمل ريميرسيمون للنجلة غارسي لل ميكاب والهير ان شاء الله ما خلصتوش برشا الماكياج ان توكا تعفون على الاخر اي ميرسي بور تو ميرسي ا توا ميرسي او بوبليك داتر لا ان شاء الله ما بكيتكمش شكرا ميرسي بوكو يعطيك الصحه مريم دباغي عايشك. توا وقيت باش نحكيو جمال موضة أناقة سعيد جدا باش نهزكم الواحد من أرقى لي سونتر إسباس ماغيي لا كورون دور باي خولة نويرة أهلا وسهلا مرحبا بك عسلامة هيك شنو أحوالك خولة؟ الحمد لله يسعدك هذا الفضاء الثاني الفرع الأول نتاعكم خدم بنجاح كبير في رادس والتجربة ما تنجم تكون تكمل بنفس هذا النجاح والتميز بعد رادس حالينا في وشينا قربنا أكثر كليوناتنا والحمد لله انت اختصيت في التجميل ردود فعل ايجابيه على ليدو سنتر وبالحق تنافسوا في رواحكم خاطر ليدو سنتر كل واحد يحاول هو يتميز سنتر فوشينا سي ان اسباس ماري معناتها نخدموا فيه اكثر لي ماري وبالنسبه رادس جوست كوافور استيتيك بدينا هكاك ومن بعد كي كبرنا حالينا في فوشينا عملنا معناتها لي روب دخلنا لي روب ولينا نخدموا معناتها اسباس ماري كامل للعروسه العروسه تجيكم حاضره معناتها تدخل تخرج حاضره تلقى لي سيرفيس اللي تستحقهم الكل من الكوافور من الاستيتيك الروب اللي تستحقهم الكل المكياج لي شينيون اللي تستحقوا العروسه المتحجبه والمش متحجبه الكل موجود فرصه باش نمشيو نعملوا جوله في العالم تاع لا كورون دور سنتر اسباس ماريي لا كورون دور وجهتنا إسباس ماغيي لا كورون دور باي خولة نويرة في فوشينا هذا واحد من أجمل وأفخم فضاءات الجمال في تونس بعد نجاح غير مسبوق للفرع الأول في رادس فريق لا كورون دور يختار مقر جديد مقر ثاني في فوشينا لا كورون دور الاختيار المثالي لعروسة 2024 فضاء مختص في كل ما يهم الأفراح الكبرى عرس وطية صداقات خطبة وحضارة في الفضاء الفخم هذا وبفضل فريق متكون ومحترف نلقاو كل ما يلزم الحلاقة كوافيور بمواصفات مميزة جدا جميع أنواع الصبغات والسوانات من أجل العناية بالشعر معدات حديثة بتكنولوجيا متطورة ومنتوجات ذات جودة عالية في التجميل تتمتع العروسة في الركن هذا بخدمات عالية الجودة للعناية بالبشرة ويوفر الفريق خدمات الاسترخاء لمساج غولاكسون لهنا الحريف يستمتع بخدمات تجميل اليدين والرجلين والعناية بالأظافر والمميز خيارات عديدة في مجال تركيب أحدث موديلات الأظافر لسنة 2024 من نقاط قوة المركز متاعنا خدمة الميكروبليدينج خدمة تتمثل في تحديد الحواجب بمكياج دائم وتأخذ حواجب مظهر طبيعي السنتر يدخل بنا عام 2024 بخدمة كبيرة برشا خدمة في المكياج خدمة على تفاصيل الوجه باش تكون الملامح رقيقة وجذابة حرفية كبيرة في المكياج اللي يتناسب مع شخصية العروسة الهدف إطلالة ملكية بمكياج فخم ولافت مكياج متناسق مع تسريحة الشعر بلمسات فيها عناية ومحبة كبيرة وللعروسة المتحجبة يمكن توفير جميع لفات الحجاب وأحدث الموديلات وبفضل خيارات لا متناهية في الألوان والتصاميم هذا الكل مع توفير كل الأكسسوارات اللازمة ما تنساوش العنوان شارع الحرية فوشينا
إسباس ماريي لا كورون دور باي خولة نويرة في فوشينا تاج ذهبي يزين كل عروس تونسية. هذا إسباس ماريي لا كورون دور باي خولة نويرة فرع فوشينا فرع مميز. أهم الخدمات اللي عليها طلباً هو ديجا فيزي للعرايس. سينو رانا نخدم معناتها توت لي كاتيجوري معناتها نتاع لي كليونت من الصغيره للكبيره للفي فام كلهم يلقاو معناتها لي سيرفيس اللي يستحقوهم. تلقى لي روب تلقى المكياج تلقى كل شيء. سينو صنع عملنا كوليكسيون جديده كالعاده كوليكسيون 2024 كوليكسيون ديامون خدمنا فيها على لي كولور الكل في لوتيات خدمنا على دي تيسو جدد في العرس عملنا برودري 3D اللي هي طالعه سنه دونك اي عروسه باش تجي متحجبه ولا مش متحجبه باش تلقى الشوا كل شيء موجود معناتها احنا اللي صورناه في التقرير هو عينه صغيره سورتو سنه خدمنا ان غران شوا في لي كولور وفي لي موديل. خليني نذكر ساده المشاهدين باش تاخذوا اكثر معطيات وتحبوا تشوفوا اكثر موديلات سهل برشا عندكم رقم تليفون توا ظاهر على الشاشه تنجموا تدخلوا تشوفوا عندكم كونت انستغرام تنجموا تشوفوا زاد كيف كيف باج على فيسبوك تنجموا تلقاو غادي كل الخدمات اللي قدمهم بالصوره والفيديوهات توا اللي تفرجوا فينا لازمنا نفرحوهم. عملنا فورفي 2900 فيه لوطيه والعرس هذه معناتها فيه لي روب روبه العرس واللوطيه وفيه لي مكياج فيه لي سوان معناتها العروسه تدخل بالفورفي هذا تخرج حاضره بوغ دو نويتي مزينه الليله الاولى والليله الثانيه والليله الثانيه شعارها الليله الاولى والليله الثانيه روبه اللوطيه وروبه العرس ابار لي كادو بيان سور ولي سوان نتاعها ولي سوان زوزو تسعه كاس حشويه زوزو خمسه باهي على خاطري بيان سور مش خساره في عرايسنا زوزو خمسه مش خساره في الف مبروك العرض قداش نخليو هذايا اون سيمين ا بارتير من الباساج نتاع الحلقه فوالا دونك اذا كان توا تاخذوا تليفون وتكلموا تنجموا تتمتعوا بالعرض الخاص هذايا وتضمن لكم خوله نويره جوده الخدمه مرحبا وخاصه باش تتمتعوا بتجربه حلوه برشا في اسباس ماريي لا كورون دور بخوله نويره. شكرا لك خوله يعيشك كل النجاح كل التوفيق والصحه. ميرسي بوكو ميرسي بوكو سلام. كي نقولوا رقم واحد في تونس نقولوا First Delivery أول شركة توصيل في تونس ترجع بحذانا تنورنا بالأخضر. First Delivery اليوم تحط على ذمة حرفائها فريق عمل محترف ومتكامل باش يجاوب على تساؤلاتكم واستفساراتكم. كما تعزز اليوم First Delivery أسطول سياراتها باش يأمنوا لكم توصيل منتجاتكم من الشمال إلى الجنوب وحتى لأبعد البلايص في أقل من 24 ساعة. الهدف توفير تجربة توصيل مميزة وفريدة من نوعها. ذكركم أنه First Delivery هي المفتاح الخاص بالنجاح، نجاح يحتاجه أي صاحب مشروع. يعني اليوم كان تلوج على شكون يهنيك على التوصيل عليك بFirst Delivery اللي توصل لك لتونس الكل. باش تعرف أكثر تفاصيل على خدماتهم يكفي أنك تتصل بهم على صفحة الفيسبوك الموجودة أسفل الشاشة First Delivery. الليلة وبعد لحظات قليلة باش تصير عملية القرعة الخاصة بالسيارة متاعنا الجولفيت سومها 137 مليون. أنت اللي تتفرج فينا السيارة هذه تنجم تكون من نصيبك تجرب حظ الدقائق الأخيرة وعلاش لا ما تكونش الليلة فرحان برشا بالكهرباء متاعك. سهل برشا خذ تليفونك اكتب حرف أ وبعثه على الرقم 85811 أ على الرقم 85811 حظ سعيد للجميع.